الزول في اللون، مرحبا بكم مره ثانيه. هذاك الجزء الاول راح، هذا الجزء الثاني راح نكملوا السوجي نتاعنا نتاع قبيل اللي كنا نتكلموا عليه. كما قلت لكم الخطره اللي فاتت باللي راهو هذا الانتخابات راه ما يجيبوا لنا والو، والحمد لله لو طون افيني بار نو دوني ريزون. دونك كي تسمع لي واحد في البرلمان برلماني اللي يجي باش يتكلم على الشعب كيما يجيب فايده للشعب، ولا يجيب فايده للبلاد، ولا يجيب فايده لا سوسيتي، ويجيب فايده ما كانش. يجي واحد يدي 35 مليون ولا 30 مليون باش مسكين يقول يخرط السيد هذا. دوك نسمعوه، ها دوك نسمع. قبل هذا ما ننساش باش نحيي مدام هذه، اسمحوا لي سعاد، ميرسي بوكو يا سعاد، يعطيك الصحة يا أختي، ما الله يهنيك، الله يحفظك أنت ثاني يا أختي العزة، ميرسي بوكو. ألوغ، نروحو نسمعو هذا الديبوتي هذا اللي عنده هذا الديبوتي هذا لو كان حطوه ديبوتي مع واحد تاع فرنسا، والله غير يشبع علينا ضحك. لو كان حطوه ديبوتي حتى مع واحد تاع ما على باليش أنايا تاع تونس، والله غير يشبع علينا ضحك. نروحو نسمعو الديبوتي هذا ونعاودو نرجعو نتكلمو عليه، هاي. سيد السيد وزير الشؤون الدينيه معالي الوزير، نعطيكم اقتراح، ممكن الاقتراح هذا روح تقترح كوزير اول يبقى يخدم عليك مدى الحياه. نتمناه ان شاء الله انكم ديروا منحه لحفظ القران حاصلين على اجازه حتى تا 15000 ولا 20000 دينار تزيدوا في لابيك يعود عامل، ولا تعطيها له يعود بطال، لانه كي نحفظ اولادنا القران باسكو احنا وجدودنا ما في 7 سنين ونص قدموا في 7 سنين ونص قدموا مليون ونص شهيد. علاش احنا ما نحفظوش مليون ونص فرد للقران الكريم؟ معالي الوزير يعني كنا نكون نحفظوا الناس القران، ما يجي عندنا ماك، ما يجي عندنا واحد، راح نكونوا نسب تاعنا اللي يحب الوطن، لانه حب الوطن من حب الله، وهذا هو اش نقدر نقدم، وشكرا واملنا فيكم كبير. شكرا الله يبارك فيك. 15000 ولا 20000 دينار تزيدوا في لابيك يعود عامل، ولا تعطيها له يعود بطال، لانه كي نحفظ اولادنا القران باسكو احنا وجدودنا ما في 7 سنين ونص قدموا في 7 سنين ونص قدموا مليون ونص شهيد. علاش احنا ما نحفظوش مليون ونص فرد للقران الكريم؟ معالي الوزير يعني كنا نكون نحفظوا الناس القران، ما يجي عندنا ماك، ما يجي عندنا واحد، راح نكونوا نسب تاعنا اللي يحب الوطن، لانه حب الوطن من حب الله، وهذا هو اش نقدر نقدم، وشكرا واملنا فيكم كبير. شكرا الله يبارك فيك. فوالا كيما سمعتوا، شفتوا يا جماعه كيفاه، شفتوا يا ناس كيما هذو برلماني كيما هذا ايضا 30 مليون 30 مليون بلاش كيف اسمه الحوايج الاخرين، بلاش في كل خير. نعرفوا حنايا هاللي زي اللي نتاعنا كيفاش من نهار على بالكم يتقاتلوا باش يكون الو، راه ماهوش جاي يتقاتل على جهه الشعب، راهو جاي يتقاتل على جهه تجيبو، ماهوش غير هذا كيما راهم كيما قال واحد، حاشا اللي ما يستاهلش، حاشا اللي ما يستاهلش، ولا يحبوا يعطينا لي نو، نعطيو لي نو تاع الناس، نعطيو لي نو تاع الناس في كل بلاصه اللي يعقب لها يروح يضرب فيها لو تيران، ويضرب فيها الدولوجمون، ويضرب فيها روح حنا نعرفوا هاد الشيء المشاكل هادو، وبلاشي الباسبور ديبلوماتيك وروح باش يجيني يخرط عليا، باش يجي يخرط علينا. هذا السيد هذا قاعد يخرط هاك، وتسمعوا واش راه يهضر. نديروا القران للناس، واحد كيحب دوكا يكون خدام يروح يحفظ القران، نزيدوا له بريم نتاع كيما يقول هو 15000 دينار. علاش؟ باسكو حفظوا القران، وكي نحفظوا القران صايي ما بقى عندنا لا واش يقولوا لا ماك، لا السبيطارات نتاعنا يتعدلوا، كيف اسمه الشعب يولي ياكل لاباس عليه، كيف اسمه ليكول تولي لاباس عليها، الطرق نتاعنا يوليو لاباس عليهم، واش يقولوا انترنت تولي لاباس عليها، الحليب يضل يطيش. شفتوا يا ناس، شفتوا يا ناس هذا ليكزومبل نتاع الانسان هذا اللي يجي في البرلمان هاكم، شفتوا واش يطلب؟ ريكاردي حنا نجريو ونقول لهم يا ناس نحيو علينا، خليو التبزنيس من الدين، رانا شبعنا منه، وحشموا على عرضكم، وسيخونا هذا يجيني لازم نحفظوا الناس القران. ما يقولهمش لازم نحفظوهم يا علاش ما نديروش دي بريم للناس اللي يخرجوا الاولين في لي مات، ولا الناس اللي يخرجوا الاولين في واش يقولوا في لا سيونس، ولا الناس اللي تخرج في الانفورماتيك الاولين نعطيو لهم نشجعوهم ونديرو لهم. لا لا، يروح يخرج لي القران، يجيب لي القران
اللي يحفظ القران الشباب كامل نقول لهم يا جماعه شوفوا ما نخليو كلش ما نخدمو والو احفظوا غير القران برك نهار تحفظوا القران اي ساي فرج ربي على الجزائر تولي الجزائر لاباس عليها يا سيد النايبه يا سيد النايبه انت القيمي راكم بعثتوا ناس ماتوا في العراق بطل راكم بعثتوا ناس ماتوا في افغانستان بطل راكم بعثتوا جزائريين ماتوا في البوسنه والهرسك بطل راكم قتلتوا 200,000 جزائري بطل راكم وصلتوا 20,000 ولا اخي ولا اكثر من اللي تعيطولهم الارهابيين نتوما اللي درتوهم انت بهذا المخ نتاعك هذا بلا مونطاليتي نتاعك هذه انت اللي راح توصل الناس يزيدوا يطلعوا للجبل ويزيدوا يقتلوا باسم الاسلام ويزيدوا يجاهدوا باسم الاسلام على الجهاد نتاعك مش خير ها الجهاد حتى النساء بعثوهم يجاهدوا مع هذا كيف اسمه مع هذا الكريمينال هذو في سوريا ومنكم تعرفوا واش يجاهدوا راكم صح واش تعرفوا واش سموه الجهاد داكم على بالكم ما نقولش باسكو الناس راهي تتفرج فيا عيب عليكم عيب عليكم بصح والله ما هي لافوت نتاعكم انتوما لافوت نتاع البوفوار لافوت نتاع الناس اللي تزرب باش تحكم الكرسي برك وتقعد هذا مكان خلي تخلى خلي تخلى اروح اسي برلمان يديوك تحضر في برلمان تاع فرنسا كي ضلوا لي بارلمونتير تاع فرنسا يتكلموا والله غير تحشم على 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 الشيء اللي كنت تقول فيه والله غير تحشم اروح نديوك يا سي البرلماني البرلمان تاع لا سويس كي ضل يتكلم والله غير تحشم البرلماني تاع سويس لا سويس راه واش راهو يقدم يعطي الدرس يمد درس كيف اسمه الوزير اوكي روح شوف نتاع لا غروند بريطاني كي يتكلموا روح شوف نتاع لي ستازيوني دامريكي كي يتكلموا يمدوا دروس علاش باسكو قاريين اكثر من الوزير هذاك الوزير هذاك ينعتوا له ويدير له درس في الطابلو وينعتوا له ماهوش الانسان اللي يجي قال لي الطبيب حشاكم الدب نتاعنا خير من الطبيب نتاعهم فوطي على الدب نتاعنا خير من الطبيب نتاعهم عقليه هذه نتاع الدعش هذه اللي باقيين نديروا فيها انتوما راكم تشوفوا واليوم تقولوا لي كي نقول لكم باللي يا جماعه الجزائر راهي في الخطر الجزائر راهي ما عادش يطلع عليها النهار وسي في سي فري راهو يا جماعه راهو كيش ما يكون غير ربي سبحانه عز وجل برك راهي رايحه للخلا باش نفهموا مليح راهي رايحه للخلا الجيري راك تشوف كيفاش الناس ما لقاتش واش تاكل الناس تشكي خدامه يشكي ويقول لك يا ولدي راه العدس ما لقيناش الحليب مازال بالطوابير ومازال مخلي لي وزير التجاره هذا وزير التجاره هذا اللي جاي يتمسخر بالشعب اللي على الاول قال لهم اعطوني 15 يوم نقضي على الحليب ما كانش اعطوني 3 شهور نقضي على الحليب ما كانش اعطوني عام نقضي على الحليب ما كانش اليوم مازال الطوابير واش يقول لهم لازم تشمروا واحد ما عرف قداه 7 سنين ولا 8 باش هك الساعات ستابيليزي الحاله ويظل الحليب كاين انسان كيما هذا لو كان انا من رئيس الحكومه ولا من هنا نعيط له قال ولدي شوف روح شوف كيما تلقى حاجه اخرى ما تقدرش انت تحكم وزير كيما انتيا انت ما عندنا ما نديروا به نحيو وزير التجاره هذه نحيوها خلاص ما عندنا ما نديروا بها كيما نحيو هذه وزاره الشؤون الدينيه اللي قاعدين الناس في المينيستير هذا وزير هذا نائب الوزير هذا شاف ديبارتمون تاع الوزاره هذا الديريكتور تاع معبيش تاع الوزاره هذا الديريكتور تاع كومونيكاسيون تاع الوزاره هذا كل على واش هذا كل على واش ونزيدو لهم 58 مديريه 58 مديريه تاع الشؤون الدينيه واش فيها فيها مدير الشؤون الدينيه نائب مدير الشؤون الدينيه الاعضاء تاع كيف اسمها الكونطابل البنات اللي حاكمين التليفون هذا كاملين على واش هذا كامل باش يقولوا لنا باللي راهو غدوه يا جماعه راح نديروا صلاه الاستسقاء هذه هي هذا واش راح يقولوا لنا جماعه هذا الاخر يتمسخروا يروحوا يعيطوا كيف اسمه لا ميتيو جماعه لا ميتيو يقول لهم يا جماعه النوم ما كانش يقول لهم باكزومبل راهي لو 15 اوت اليوم لو 15 سبتمبر اليوم راهو لو 20 سبتمبر راهو تصب المطر يروحوا هما نهار قبل يروحوا يقولوا للجوامع ديروا صلاه الاستسقاء باش غدوه كي تصب النوكل يعطيهم الصحه سيدي ولا غير استجاب لهم ربي ولا غير استجاب لهم ربي شفتوا يا ناس عقليات هذو الناس اللي تمشي في الجزائر شفتوا هالناس العقليات اللي تمشي في الجزائر هذو يا جماعه ونقولوا عليها الجزائر راهي رايحه للخلا ونقولوا عليها الجزائر رايحه للخلا ما على بالهمش بلي سيدنا الناس هذو راهم قاعدين يتمسخروا برواحهم بعد قاعدين يتمسخروا برواحهم باسكو لو كان ما نخرجش دركا نروح نخدم على روحي نهار كي نروح نضرب على الصالير نتاعي نلقى الصالير نتاعي ما كانش
ما نقدرش نقعد في المكتب نتاعي ونقول له يا ربي يعطيني السويسوارد خليه يخشوني للمكتب نتاعي الكونت نتاعي يا ربي يعطيني. اما لك عاد نطلبوا من ربي يعطينا النو، يطلبوا يعطينا ثاني كيف كيف الحليب ونقول له يعطينا ما على باليش انا واش نطلبوا يعطينا. يا ولدي على الشيطان، روح تخدم على روحك ومن بعد اطلب ربي. يفو ترافايي يا جماعه، الناس اللي جاب تبعث لنا الفاكسان ما قعدوش يصليوا يا ربي يعطينا الفاكسان. وش بيكم هذا؟ وش بيكم؟ وش بيكم هذا؟ وهذه هي الجزائر الجديده، هذه هي الجزائر الجديده. حنا نقولهم يا ودي نحيو علينا الدين الاسلام دين الدوله، الدوله راهي ما تصليش، الدوله راهي ما تصومش، راهو العبد 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 هو اللي يصلي ويصوم. وكي نروح نصلي انا ونصوم راني ما نجيب والو لا للبلاد لا للعباد لا والو، راني نجيب حاجه روحي نلقاها غدوه يوم القيامه ماهوش اليوم. اليوم لازم يفوت خبايي، اليوم لازم تروح تقرا لو سافوار، تقرا العلم، ما تقراش انا تجي تمسخر بيا تقول لي انا ندير هذو جماعه لا هذو جمعيه علماء الجاهلين هذو هما اللي قاعدين يسيروا في البلاد. ولا وزاره المجاهدين، وزاره المجاهدين عندها ملايير يعطيوها، وهذا وزير المجاهدين وهذا نائب تاع وزير المجاهدين وهذا كونطابل تاع وزير المجاهدين و58 مديريه تاع المجاهدين. هذا كل على واش؟ باش يخلصوا المجاهدين المساكن اللي قاعدين في ديارهم يبعثوا لهم الصالير. يا ولدي هذا راه نديروا لهم كونطابل واحد يخلي يخلص، سي با لا بين نديروا هذا هذا البيدجي كامل تاع المجاهدين هذا نروح نعطيوه لا ريشيرش سيونتيفيك، نعطيوه للناس دير البحث العلمي. مي عندهم الحق الناس اللي يقولوا لي مع من تهدر، مع من تهدر؟ الحيط راح يجاوبك الا غالب. مي واش هو حنا نهضروا ما نجموش نخليوها ونسكتوا ونشوفوا البلاد رايحه للخلا ونسكتوا، ما نقدروش نحنا على هذاك قاعدين نهضروا وهذا هو وخلاص. الوغ الناس اللي راح نرد عليهم بعثوا لنا ميرسي بوكو بوكو، هذه ام ا هذه ام ا ما مدش كلش ام ا بارك الله فيك، ميرسي بوكو يعطيك الصحه يا اختي العزيزه. انت يا مغربيه المغاربه على العين والراس، راهم حبابنا وراهم خيالنا اخواننا الجزائر، الله يحفظكم من كل شر. ميرسي 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 يا اختي، يعطيك الصحه يعطيك الصحه يعطيك الصحه، الله يحفظكم انتم ثاني من كل شر. كاين ثاني جيبا جيبا خويا بونجور، الزول في اللون اخويا الزول في اللون، ميرسي مون فرير يعطيك الصحه. كاين سعاد سعاد ميرسي يا اختي العزيزه ميرسي بوكو. الوغ حتى انا نحترمك يا سعاد، والله ما نعرفكش مي والله غير نحترمك، والله ميرسي 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 ميل فوا، ميرسي ميل فوا يا سعاد دو تو كور، ميرسي ميرسي بوكو. يعطيك الصحة يا اختي سعاد، ميرسي اني قاعد نقرا الكومنتار تاعك، يعطيك الصحة. وي خويا هذا الحق، إلى الحق وي شو افيك فو. الاستحمار الديني أخطر من الاستعمار الخارجي، أنا معاك يا خويا، لوندكتينمون ريليجيو إي بير كو لا كولونيزاسيون إترونجير، فوالا أن انتيليكتويل. الحمد لله ساعة ساعة ونطيحوا في ناس ديزانتيليكتويل اللي يعرفوا يفهموا، على بالهم باللي هذا الشيء كامل هذا راهم الشعوب راهم قاعدين يدوخوا فيهم بهذه خطرة تبوني نجم يدخلك للجنة، يدخلك تبون للجنة، يدخلك بوتفليقة للجنة، يدخلك زروال للجنة. هو بعد ما نعرف يدخل ولا ما يدخلش، هو بعد وما نعرف كاين الجنة ولا ما كاينش. كاش ما شفتوها انتوما كي تقراو بلي كاينه مكتوبه في البيبل، كاينه مكتوبه في بصح يا خويا نخدموا الساعه لهنايا في البلاد نديروا الجنه كما داروها الساعه لي زوكسيدونتو ولي زوروبيان، داروا الجنه ساعه في الارض ومن بعد نروحوا اذا كاين الجنه وما نروحوا لها، واذا ما كانش وما رانا تمتعنا بالجنه نتاع الارض. انتوما في الارض راكم كيما قال واحد تشفوا ما عرف كيما يقولوا وتخمم لي على غدوه، مي سي با نورمال. هذا دوك نجاوبك سي حكيم، هذا واش يقول سي حكيم؟ اسمح لي دوك نجاوبك رابيدمون يا سي حكيم، دقيقة برك نجاوب خويا اسمح لي واش راه يقول سي حكيم. الي سي حكيم سي حكيم الي اوب سي حكيم يقول لي فيك غير الهضره،
وحلاني الفم، ما بارك الله فيك يا خويا، ميرسي بوك، يعطيك الصحة يا خويا على الألفاظ نتاعك هذه المليحة، راك هايل يا خويا. إذا كنت راجل صح نتاعنا وجهك، راجل صح نعتلنا وجهك أنا بالكاميرا. والله ضحكتني، والله ضحكتني. إيه؟ ولا ما عندكش الشجاعة باش تتحمل مسؤولية الكلام اللي راك تهضر فيه. أنا نتحداك أنك توري وجهك أمام الكاميرا، لأنك عارف واش راهو يستنى فيك إذا دخلت وش هو، وإذا وريت لنا وجهك يا فحل رانا نستناو فيك. أنا نقول لك أنا دز معاهم، أنا نقول لك درك نعاود لك درك دز معاهم، شوف روح دز معاهم من لاميري لا بريزيدونس نتاعك، دزو كل معاهم. ما عندك ما دير لي، أنا نظيف، أنا ماني سراق، كرسي لاباس عليها ما فيهاش السرقة، ما عمري ما قتلت، عمري ما ذبحت، عمري ما والو. تخلعني انت تقول لي رانا نستناو فيك، انا نقول لك كون في حل انت يعطيني النيميرو نتاعك ونعيط لك ونتلاقى وين بغيت، في الجزائر، في وهران، في خنشله، في تيزي وزو، نتلاقى معك. انا مش نتلاقى معك باش نضربك ولا منا، لا انا نتلاقى معك باش نفهمك ونقول لك روح تقرا، روح فهمت، نهضر انا نهضر الشيء اللي ما عجبكش الحل ريبوندي لي، ما تقولي نعيط وجهك. واش ندير بيا؟ لو كان نكون معاك قدامك ديجا تجيب تهز عينيك معايا ما تهزهمش، باش يكون في علمك يا سي هذا ما عرفوش اسمك هذا، اوكي؟ والله والله لا تنجم تهز كيف اسمه راسك معايا، اوكي؟ تجي تقول لي انا نعت وجهك، نعت وجهي اروح اعطيني النيميرو نتاعك نعيط لك، نعطيك الميسنجر نتاعي ونتكلم معاك، واذا راك قريب ليا اروح نتلاقاو في الجزائر، في وهران، وين نتلاقاو اروح مرحبا بك، اوكي؟ دونك اللي حل الفم هو نتاعك انت، انا ما نحلش الفم، انا شوي جورناليست، الناس الكل تعرفني. جيل طاهر الجاوت كيف اسمه البريمي مي في طاهر الجاوت، الناس الكل تعرفني، جات تدخل الجورنال الناس الكل تعرفني، تفهمت ولا؟ كيما نعتش روحي، انا مانيش ارتيست باش نعت روحي، نو انا صحفي، الارتيست هما اللي نعتوا رواحهم، اوكي؟ هذا سي حكيم هذا، انا نقول لك روح دز معاهم يا سي حكيم، انت اللي تخاف مني مانيش انا اللي نخاف منك، انت اللي تخاف مني. باسكو لو كان نلقى واحد اذا واحد سراق في انا وياك انت هو السراق، واذا كيش ما كان واحد ارهابي انت هو الارهابي، انا مانيش ارهابي، انا حاربت الارهاب، انا حاربت الارهاب، وانت راك بوتيتر ارهابي داكور، واذا انت ما عرفوش تكون نعت لي، اعطيني التليفون نتاعك اذا كنت انت في حل وكنت راجل، اعطيني التليفون نتاعك حتى انت وتكلم معاك، اوكي؟ انا نرد لك يا اخي هذا حكيم ولا ما عرفوش، انا نرد لك، مي باش تبلادي انت وتحل في فمك، راك انت هو اللي تخاف مني مانيش انا اللي نخاف منك، ونتلقى معاك وين بغيت، عيطت لي سور ميسنجر نهضر معاك ونعت لي وراك نجيك، قول لي اذا قريب نجيك وين بغيت، نخاف منك علاه؟ انا سراق؟ لا انا قالوك عليا ارهابي؟ قالوك عليا وش هو انا؟ انا الحمد لله الناس هم يعرفوني، انا صحفي، نهضر وراسي مرفوع، راسي مرفوع يا سي حكيم. واذا الناس شكون اللي خاف شكون هو السراق، هو اللي خاف، انا ماني سراق، اللي ارهابي بتات انت تكون ارهابي، انت تخاف مني خاطر انا الارهاب، انا حاربت الارهاب باش يكون في علمك، وحاربوه الرجال الفعولة، حاربوه كيف اسمه ولاد الشعب، كيف يقولوا الشرطه والدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي، ماهمش كله، او فينا بعض خوانا باش يكون في علمك يا سي محمد، او حكمناهم باش نتفاهموا مليح، اتونسيون، رد بالك اذا انت تكون من هذا الناس هذا وقول لي، ما نخافش منك خلاص، نجد نعاودها لك واحد السمعاهم، اوكي؟ الوغ، داير لو كان تكون في حل انت، ما تتبعش لاشين تاعي، روح تبع ختيتيل تاعك وتبع جماعتك ليه، ما تتبعش لاشين تاعي، اوكي؟ لاشين تاعي مديرها للناس تفهم، ديز انتيليكتويال اللي يفهموا، مين انت؟ باين عليك مقفول واش راك اذا كنت راجل خي هضره الدراري يا بون. هادو هما باقي لك كان ثاني هذه الحق هذه الخطاب وي سي فري الناس كي يحبوا ما يلقاو ما يديروا والو سواء يهضرك على الاسلام ولا سواء حنا نشناو فيك يا اخي هضره يا اخي حنا نشناو فيك شكون انت تسنى فيا شكون انت مثلك انت يسناني انت يا مثلك انت تنجم تسناني انت يا واحد كيما انت عندك عقليه كيما هذه تاع داعش تجي انت تسناني انت يا انا نقول لك واحد سمعاهم ما نقول لك انا اوكي انا ما نضربك ما نسبك ما نحوس عليك غير اذا انت اللي بديت ولا حاجه انا ندافع على روحي باش يكون في علمك مي واحد كيما انت يا بلاتي تكون ارهابي انت يا ولا واش تكون
انا الايهاب عفى عليهم بوتفليقه طلقهم ومازالوا يضروا واحد كيما نتايا الله رد سمعهم عندك ما دير لي انا نهضر راسي مرفوع ماني سراق ما درت والو الي نخليكم نقول لكم قيم دين هنا بعد ان شاء الله بدات نرجعوا على كاش فيديو من اللي فيديو هذا سي حكيم هذا نتاعك هذا راح الزبل هذا نتاعك اللي بعثوا الزبل كيف اسمه سمحوا لي الناس راح لا كوربي نتاع الزبل هذا الهضره نتاعك هذه وجي تحب نعقب لك انا كومونتير كيما هذا انا نشنو فيك انا نعتويك رانا نشنو فيك انت ماشي الجزائري اللي كنت الجزائري كنت تعرفني باسكو انا ما كاينش واحد ما يعرفش الصحفيين انا خدمت مع ليبرتي مع لو سوار دالجيري مع الوطن مع تولي جورنو مع الاذاعه الوطنيه مع صلاح ربي يرحمه مع صلاح ربي يرحمه اوكي مع الناس كنت تعرفني اذا انت ما تعرفنيش انت نتاع البارح جاي تحل في فمك قيم ذل هنا اتوتالوخ Thank you.